السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وشكرا. تحدث أشرف حكيمي لاعب المنتخب الوطني المغربي وباريس سان جيرمان الفرنسي عن مجموعة من النقاط المتعلقة بمسيرته الكروية، سواء مع المنتخب الوطني أو في رحلته مع الأندية، انطلاقا من ريال مدريد مرورا عبر بوروسيا دورتموند والإنتر ووصولا للنادي الباريسي. وقال حكيمي في حواره مع قناة الكأس القطرية: أحسن إنجاز لدي هو التتويج بدور أبطال أوروبا، بينما أجمل هدف عندي كان ضد ملاوي في كأس أمم إفريقيا، في حين لا أتذكر أسوأ ذكرى أو مباراة في مسيرتي. وواصل: زين الدين زيدان ورونار أهم أكثر مدربين أثر في مسيرتي، بينما أرى كينغليزلي كومان كان أصعب مهاجم واجهته، في حين يبقى جادون سانشو وكيليان بابي أفضل من رافقتهما في الملعب. وأكمل: الأسهل بالنسبة إلي هي صناعة الأهداف، أما فيما يتعلق بياسين بونو فإنه حارس مميز، وأنا مسرور بتواجده مع المنتخب، لقد قدم مواسم رائعة وأتمنى أن يسير على هذا النهج لأنه في صالح المنتخب المغربي. واختتم: نحن سنصارع بكل تفان من أجل أن يرفرف علمنا عاليا، ولكي تكون الجماهير فخورة بنا نحن سنقدم الأفضل وسنجعلهم يستمتعون. خرج الدولي المغربي في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي عن صمته بخصوص ملف حكيم زياش ونصير مزراوي، وعبر أشرف حكيمي عن سعادته بهذا الصلح وعودة هذه الأسماء إلى المنتخب المغربي، وزاد موضحا في خرجة على قناة الكأس القطرية: أمور من هذه القبيل تحدث في جميع المنتخبات. وأضاف: أفضل ظهير أيمن في العالم، باب المنتخب المغربي يبقى مفتوحا لأفضل اللاعبين. وتابع مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي: المنتخب يرحب بالأفضل ومن يريد المجيء فمرحبا به. وأضاف حكيمي: في الحقيقة أنا سعيد بهذه الأخبار لأنها شيء بالنسبة لنا من أجل تحقيق هدفنا، وبخاصة الدفاع عن العلم الوطني. سجل الحكم المغربي الأمريكي إسماعيل فتح اسمه ضمن أفضل الحكام في العالم، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن اختياره في قائمة الحكام الرئيسيين الذين سيديرون مباريات كأس العالم قطر 2022. وولد إسماعيل في مدينة الدار البيضاء بتاريخ 3 مارس 1982، وكان لاعب في فريق الوداد الرياضي لكرة السلة قبل هجرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ولج عالم التحكيم وحصل على الشارة الدولية عام 2016. وسبق لإسماعيل الفتح أن أدار عدة مباريات دولية إلى جانب قيادته لنهائي كأس العالم 2019 لأقل من 20 عاما بين منتخبي أوكرانيا وكوريا الجنوبية، وهي المواجهة التي انتهت بانتصار المنتخب الأوروبي ب3-1. هذا وعرفت قائمة الحكام الوسط والمساعدين غياب أسماء مغربية، في حين سيكون التحكيم المغربي ممثلا برضوان جيد وعادل الزوراق في تقنية حكم الفيديو المساعد الفار. توج اللاعب الدولي المغربي طارق التدالي بجائزة سولي ديني التي تمنح لأفضل لاعب من أصول إفريقية في الدوري البلجيكي لكرة القدم لعام 2022. واستلم نجم فريق جينت الجائزة يوم الخميس متفوق على منافسيه الأربعة، وهم النيجيري بول أونواتشو والويلزي ماتوندو والكاميروني مايكل نغاديو ونغاديو جينيت والهولندي جوسو ريزيكيري. وخاض تيدولي 51 مباراة بقميص فريقه هذا الموسم، موقع على 27 هدف ومقدم 9 تمريرات حاسمة، ما جعله اللاعب الأحق بنيل الجائزة. يذكر أن اللاعب السابق للمنتخب المغربي مبارك بوصوفا سبق له أن فاز بجائزة أفضل لاعب من أصول إفريقية في الدوري البلجيكي.